السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض يونت 8 الوحدة الثامنة اللي هي بعنوان In the Park، في الحديقة. Park مش بارك، نقول عليها Park، الـ R هنا هيكون silent. In the Park، في الحديقة. قبل ما نبدأ في الشرح أتمنى لو الفيديو عجبك لايك على الفيديو وسبسكرايب في القناة وتفعل الجرس وشير مع الأصدقاء. نبدأ الشرح على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكالعادة أيها السادة بنبدأ بلسن 1، الدرس الأول اللي هو بيكون conversation time، وقت المحادثة، ونتعرف على الكلمات اللي جات في الدرس ده. إن شاء الله كلمات سهلة وبسيطة إن شاء الله. أول كلمة كلمة letter، قمامة، letter بالال اي. ليه بقول بالال اي؟ عشان لو قلنا letter بالال اي ودبل تي اي ار معناها خطاب او حرف، لكن بالال اي معناها قمامه. letter 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 قمامه. بن سله مهملات، بن سله قمامه. بن الفرق بين بن وطبعا بن، بن دبوس، وطبعا بن قلم، وبن طاسه. بن سلة، بن دبوس، بن قلم، بن طاسة، سوري آسف، والت محفظة النقود، والت محفظة نقود، والت والت. الكلمات اللي خدناها بكده كلمة وات، ما أو ماذا، كلمة استفهام، بارك حديقة عامة، بارك حديقة عامة بين قوسين عامة، عشان لما أقول حديقة خاصة اللي هي جاردن، جاردن حديقة خاصة، أندر تحت أو أسفل، كلر لون. أما الفيربس اللي عندنا الأفعال اللي خدناها قبل كده على فكرة خدناها الترم الأول اللي هو wash the car، wash the car يغسل السيارة، watch TV، watch TV يشاهد التلفزيون، have a snack، have a snack يتناول وجبة خفيفة، climb a tree، climb a tree. هنا نلاحظ إن الـ be حرف صامت مش climb، الفعل نطقه صحيح climb، climb a tree يتسلق الشجرة، drop litter، drop litter يلقي هنا drop معناها يلقي أو يرمي، drop litter يلقي القمامة، clean up ينظف، listen to music يستمع إلى الموسيقى، listen والتي هنا طبعا silent، exercise يتدرب ويتمرن، exercise، do homework، do homework يعمل الواجب المنزلي، use the pen يستخدم سلة المهملات. التعبيرات أو الجمل المهمة اللي جت في المحادثة بتاعت النهاردة، number one don't do that، don't لا أخذناها في أول يونت لما قلت له don't forget that your change، don't forget your change لا تنسي الباقي. هنا don't do that لا تنسى أو لا تفعل ذلك، don't do that لا تقوم بفعل ذلك، don't بعد الفعل بدون أي إضافات، it's over there، it's over there إنها هناك، it's under the tree، under أسفل the tree الشجرة. whose wallet is this، أخذنا كلمة whose كلمة استفهام هوز في الترم الأول بمعنى ملك من أو لمن، whose wallet is this محفظة مين دي، ملك من هذه المحفظة. للسؤال عن ملكية قلنا نستخدم whose، ممكن أقول في الإجابة it's mine ملكي أو it's my wallet محفظتي. وقبل ما نبدأ في المحادثة نتعرف على الكاركترز شخصيات المحادثة اللي هما أول حاجة الرينجر اللي هو الحارس، حارس الحديقة، boy and a girl البنت الولد والبنت. الموضوع topic موضوع المحادثة بيقول لك a boy and a girl are in the park، ولد وبنت في الحديقة، the boy is dropping some litter on the ground، the boy الولد يلقي is dropping some bad litter القمامة on the ground على الأرض، the ranger هو الحارس is asking him to put them in the bin، asking him يسأله أو يطلب منه، يطلب منه أن يلقيهم يطلب عن كمامة in the bin في السلة. نبدأ نقرأ المحادثة مع بعض. هنا arranger الحارس طبعا شاف ورد بيأكل الشيبس مثلا وبيرمي الورق أو الكيس بتاع الشيبس على الأرض، بيقول له hey أنت يا هذا، hey don't do that، don't do that لا تفعل ذلك، don't do that. أبوي ورد بيقول what يعني إيه، ماذا أنا عملت إيه، what بيقول له don't drop litter use the bin، حارس بيقول له لا تلقي القمامة، لا تلقي القمامة على الأرض، use the bin استخدم السلة. احنا قلنا don't بعد don't معناها don't معناها لا تفعل،
بعدها الفعل في المصدر بدون اي اضافات اهو drop من غير اي اضافات. يعني مينفعش اقول don't drops، مينفعش، خطأ. ليه؟ عشان don't بعدين الفعل بدون اي اضافات. don't drop later use the pen، لا ترك الكمامة، استخدم هنا use فعل امر، استخدم السلة. ابوي بيقول، ولد بيقول I'm sorry، اسف. where is it، اين هي؟ هنا it تعود على the pen، يعني قصدي يقول where is the pen، اين السلة. رينجر بيقول، حارس بيقول it طبعا برضو تعود على السلة، it it's over there، it's over there، انها هناك. it's under the tree، تحت الشجرة. oh I see it thanks، oh لقد رأيتها، اني اراها، thanks شكرا لك. اكسرسايز على المحادثة، تمرين على المحادثة. read and write true or false، اقرأ واكتب صح او خطأ. number one، طبعا الصورة زي ما قلنا من شوية في البارك، هم في الدورة في البارك. number one there are four people، يوجد أربع أشخاص، طبعا في جملة 1 2 3، إذن جملة false. number two there are، يوجد a man boy and a girl، يوجد رجل ولد وبنت، طبعا الجملة صحيحة true. number three the bin is under the tree، the bin سلة is under تحت the tree الشجرة، الجملة true. number four they are in the park، they are in the park، هما في park في الحديقة، طبعا true. look and answer the questions، انظر واجب على الأسئلة. number one is it a wallet، is بمعنى هل هذه wallet محفظة، طبعا هقول في الإجابة ايوه yes it is، yes بعدين comma، طبعا نسأل comma بعد yes او no ونعكس yes it is، نعم انها محفظة. number two where do you drop letter، where اين do you، اين انت drop letter، تلقي القمامة في الإجابة او I drop letter in، طبعا in the bin، ألقي القمامة في السلة، I drop the letter، ألقي القمامة in the بين في السلة. number three الثالثة what's this، what's this أو what is it، هو في الإجابة طبعا it is أو this is، it's a book، هذا يكون كتاب. number four what's this، ما هذه، حقول it is أو this is، it's a tree، it's a tree، هذه تكون شجرة. look and write three sentences، انظر واكتب ثلاث جمل. احنا هنقول في الصورة، شوف كم واحد في الصورة وهم فين وايه اللي بيحصل في الصورة، نكتب جمل وبعدين نرجع تاني. الجمل there are three people، يوجد ثلاث اشخاص 1 2 3، هم فين، هقول they are in the park، هم في الحديقة. the boy is dropping، is dropping the letter، الولد يلقي القمامة. الجملة الرابعة هنا مطلوب ترتا بس، هنكمل الجملة الرابعة عشان نشرح الصورة كلها. he must، must معنى يجب عليه، لابد، he must يجب عليه use the pen، هو يجب عليه أن يستخدم السلة. listen to الدرس الثاني اللي هو word time، وقت الكلمات. الكلمات النهاردة بتكلم عن the nature، the nature الطبيعة، من الطبيعة، الحاجات في الطبيعة اللي بنشوفها في الطبيعة. grass، grass حشائش، grass حشائش أو عشب، عشاب. grass sand، رمال، sand snow جليد، snow wildlife، wildlife حياة برية، wildlife pond بحيرة أو بركة، pond جمعها ponds، tree شجرة جمعها trees أشجار، مشتري ولا بوند، هنا مش بوند، هنا pond، pond مش pondes، ponds، ponds، مشتري، tree، tree جمعها trees، trees أشجار، mountain، mountain مش mountain، mountain، mountain جبل جمعها mountains، mountains جبال. بعدين river، river مش river، river نهر، rivers أنهار. دي الكلمات اللي عندنا في الدرس ده. لو ملاحظين هنا انه في الاول جزء الكلمة ملهاش جامعة، مش زي الجزء التاني، مثلا pond جمعها ponds، tree trees، mountain mountains، river rivers، لكن هنا grass ملهاش جامعة، sand ملهاش جامعة، snow ملهاش جامعة،
وايلد لايف ما لهاش جامع، وهنعرف ليه ما لهمش جامع ان شاء الله في الدرس الجاي باذن الله. بعد كده كلمات تانية، كاميرا معروفه، وكلمه تايلت اللي هو الحمام. التعبيرات وحروف جر مهمه او جمل مهمه جت في الدرس هي واتس رونج، واتس رونج ما المشكله، واتس رونج ما الامر، يور ويلكم لما حد يقول لك ثانكس تقول له يو ار ويلكم العفو، لوك فور يبحث عن، خلينا في الترم الاول لوك فور ماي واتش، ام لوكينج فور ماي واتش ابحث عن ساعتي، فيل سيك يشعر بالمرض، فيل سيك فيل سيك. اكسرسايز تدريبات على الكلمات ديت، اول تمرين read and circle the odd one، اقرأ وضع دائرة حول الكلمة المختلفة. number one flower grass car tree، flower grass tree دولت حاجات زرع، اما car وسيلة المواصلات فبالتالي ال car كلمة car هي ال odd one دائرة عند car. number two red blue green mine، المعروف ان ريد بلو جرين دول كولرز الوان، لكن ماين ديت ضمير ملكية خدناه في الترم الاول في اخر يونت، ماين مختلفة. نمبر 3 ايت سي ليك ريفر، ايت ياكل، سي بحر، ليك بحيرة، ريفر نهر، طبعا ريفر ليك سي دول حاجات فيهم ميا لكن ايت ياكل. كفرب فيل يشعر بي، ماونتن جبل، يوز يستخدم، سي يرى. فرق بين سي اس اي اي معناها بحر كاسم، لكن اس دبل اي بالشكل ده معناها يرى كفعل، سي يرى فعل، يوز يستخدم فعل برضو، فيل يشعر به فعل، اما ماونتن ناون اسم معنى جبل. وكده خلصنا lessons 1 and 2 من unit 8، اتمنى يكون الشرح عجبنا، ما ننساش نعمل لايك على الفيديو وسبسكرايب في القناه ونفعل الجرس وشير.